يونيو حزيران الماضي. للحديث حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو السيد رامي أبو رميلة، وهو رئيس الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في بورصة دبي للطاقة. مرحبا بك سيد رامي. ما هي الأسباب لأن ترتفع بهذه الأرقام القياسية بورصة دبي للطاقة؟ طبعا في أسباب لها علاقة في السوق، في أسباب لها علاقة في البورصة تحديدا. إذا حكينا على أو مزاج العام يمكن للناس بالضبط اللي هي الأسباب لها علاقة بالسوق. إذا حكينا عن أسباب لها علاقة بالسوق أولا، بعدين ننتقل لأسباب لها علاقة في البورصة. طبعا إحنا سوق بنعتمد على التداول في آسيا، فآسيا كطلب على النفط ومشتقات النفط بنمو متزايد، فهذا بيساعد كمية التداول. ثانيا في نضوج في أسواق آسيا بشكل عام بتجارة النفط، بمعنى أنه صار في أساسيات عرض وطلب أو ديناميكية سوق عرض وطلب مختلفة عن أسواق أوروبا وأسواق أمريكا الشمالية، وهذا بحفز المتداولين على التداول أكثر في السوق. كيف تؤثر علينا آسيا، أو كيف تؤثر أو تتأثر بورصة دبي للطاقة بالأسواق الآسيوية؟ أكيد. ما الذي تعنيه بآسيا؟ أكيد. هلأ البورصة دبي للطاقة مثل ما بتعرفي اللي هي عقد عمان الآجل، عقد عمان الآجل 95% منه يتجه إلى آسيا، فيستهلك في آسيا. مثل النفط العربي اللي هو بحدود 60 أو 70% من النفط العربي يصدر ويستهلك ويكرر في آسيا. فالديناميكية السوق تاع آسيا بتنعكس بشكل مباشر على ديناميكية التداول في بورصة دبي للطاقة. هلا اذا رجعنا للاسباب اللي طبعا هاي كلها اسباب لها علاقه في سوق هل آسيا. نعرف طيب من خلال هذه التداولات هل ممكن ان نستدل منها على حجم الطلب ربما او العرض الموجود او حاجه السوق الاسيويه من النفط العربي؟ اكيد يعني بلا شك انه في العشر سنوات الماضيه صار في اندماج اكثر واكثر بين المنتج العربي والمستهلك الاسيوي. طبعا المنتج العربي بيصدر لأوروبا، بيصدر لأمريكا الشمالية، وبيصدر لآسيا. نسبة التصدير لآسيا ارتفعت، فصار في اعتماد متبادل أكثر بين المنتج العربي وبين المستهلك الآسيوي. فأكيد أي تغيير في السوق الآسيوي بيأثر على المنطقة هون في الخليج العربي. طب خلينا نتكلم عن آلية التداول في هذه البورصة. متى تفتح أعمالها؟ كيف تتداول؟ مكانها، حتى مكان تواجدها أين هي؟ البورصة موجودة في الدي اي اف سي اللي هي هون في دبي. ساعات العمل 23 ساعة و15 دقيقة في اليوم، يعني 24 ساعة تقريبا 24 ساعة يعني بدون شك. طبعا البورصة إلكترونية، فالتداول بيتم عن ممكن يكون التاجر موجود في جنيف أو في سنغافورة أو في طوكيو، بتداول على منصة التجارة في البورصة. هلا هذا التجاره الورقيه، طبعا في التسليم الفعلي، لانه العقد عمان عقد عيني، فنهايه الشهر في تسليم للنفط، نفط عمان، هذا بيتم في ميناء الفحل في مسقط. يعني لا، ماذا عن العقود الاجله؟ هل تتداول ايضا بالعقود الاجله مع عدد العقود ايضا التي طبعًا تتداول طبعًا فيها؟ طبعا احنا العقد اللي عندنا العقد الاجل اللي هو يسمى بالانجليزي فيوتشرز كونتراكت. معلش سؤالك الجزء الثاني. يعني وكيف يتم التداول فيها؟ يعني كيف يتم التداول؟ او حسب عدد هذه العقود. كميه التداول بمعدل يومي بحدود 6.5 مليون برميل يوميا. التوصيل الفعلي في نهايه الشهر بتراوح بين 10 مليون ل 15 مليون برميل شهريا. هذا بيتم طبعا في ميناء الفحل في عمان. نعم. طيب ماذا عن وضع المتداولين، يعني نوعية المتداولين؟ في عندكم إحصائية ربما الجنسيات التي يتم التداول، هل هم آسيويون تحديدا أكثر من الأوروبيين؟ أكيد طبعا إحنا بندرس التداول، لأنه إحنا من الأشياء اللي بنهتم فيها اللي هو نوعية السوق. لازم يكون السوق متوازن بين المتداولين. إحنا بننظر لها أكثر من هوية المتداول. هل هو منتج، مكرر، تاجر جملة، بنك استثمار، مؤسسة مالية، شركة وطنية إلى آخره. اليوم في عندنا توازن ممتاز بين كل الـ 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 الهويات هاي، بما عدا المؤسسات الماليه اللي احنا طبعا بنسعى لزياده مشاركتهم في البورصه. ما هي الاسعار الحاليه؟ هل تختلف عن برنت والامريكي الخفيف؟ طبعا بيكون في الاختلاف بالسعر اللي هو اختلاف الجوده، وهذا طبعا بتراوح بين 0 دولار ل 5 دولار بين نفط عمان ونفط برنت. كما بتعلم النفط عمان هو متوسط كبريتي، برنت خفيف غير كبريتي، فهذا فارق الجوده طبعا بياثر في الاسعار. نفط ويست تكساس اللي هو خام تكساس طبعا نفط خفيف غير كبريتي، بيشابه نفط برنت في الجودة، لكن في فرق بالسعر هون بيتراوح بين
20 دولار من قبل سنتين إلى آخر فترة ناقص 2 دولار لأسباب خاصة في نفط تكساس. أشكرك رامي أبو رميلة، يعني أعطيتنا كثير من التفاصيل الشيقة حول هذه البورصة. أشكرك على وجودك معنا.